مرحبا واهلا وسهلا فيكم باول حلقه من فاشن لوك. رح طلع عليكم كل جمعه كرمال خبركم احدث صيحات الموضه ولاعطيكم شويه نصايح ممكن تستفيدوا منها باطلالاتكم. بحلقه اليوم رح نحكي عن عرضه الازياء جورجينا رودريغيز وعن الحيل والترند يلي بتتبعهم كرمال تبين اجمل. لتعرفوا شو هن تابعوا الحلقه للاخر. أولاً رح نحكي عن الإطلالات اليومية. جورجينا من الصبايا يلي بحبوا يلبسوا تياب مريحة بس بنفس الوقت على الموضة، بتحب البساطة بس بتحب تتبع الترند ولا مرة كانت بعيدة عنه. لإطلالاتها اليومية بتتبع الستايل الدارج كتير هالفترة وهو المونوكروم. المونوكروم لوك هو لما تكون الإطلالة يعني القميص والبنطلون أو الكنزة والتنورة بنفس اللون، وهيدا اللوك هو المفضل لجورجينا ومثل ما لاحظتوا تعتمد عليه بالأيام العادية وبالمناسبات، فهي ما بتحب أبداً تخلط بالألوان. ورح تسألوا حالكم ليش؟ الجواب هو إنه هستايل بخب المناطق يلي ممكن تكون مكتسبين وزن زايد فيها، ولما تلبس أي صبية لون موحد هالشي رح يبينها أنحف وأطول. وبالإطلالات اليومية بتحب جورجينا تلبس الجينز مع توب بيزك سوداء أو بيضاء. هاللونين سهل كتير نكسو رتبتهم بأي جاكيت بلون مختلف، وممكن أي صبية فينا تقدر تنسق هالقطع من خزنتها. وما تخافوا صبايا من تنسيق الدنم عن دنم، يعني الجينز على الجينز، شرط ما يكون درجة لون الجينز كتير فارق بين القطعة والتانية. رح ننتقل للإطلالات بالمناسبات. جورجينا بتحضر كتير مناسبات ومهرجانات، بس في ستايل واحد من الفساتين بتعتمد عليه وما بتغيره أبداً، وهو الفستان يلي بيجي ضيق على الخصر وواسع مع فتحة من تحت. إطلالاتها جريئة، بس يلي ممكن نستفيد منه نحنا هو فكرة القصة. فيا صبايا، إذا بين الخصر صغير وفرجينا هالشي ممكن يتغير اللوك كله لو قد ما كان وزننا، فاختاروا الفساتين يلي بتضوي على المنطقة الأنحف فيكن. أما بالنسبة للألوان لازم يكون في تناسق مع لون بشرتنا والشعر كمان، واللي لون بشرتها مثل جورجينا فهي محظوظة لأنه بيلبق للغوامق والفواتح. للمحجبات، انتو كمان فيكن تستوحوا من جورجينا. صحيح انه ستايل جورجينا جريء شوي، بس ممكن كمان المحجبات يستوحوا فكرة بسيطة منها. فالصبايا يلي بحبوا يلبسوا عبايات من المستحسن انه تكون تيابنا تحت العباية موحدة مثل ما عم ببين بالصورة، خصوصا إذا كانت مفتوحة كرمال حتى ما يصير في زحمة بالنقشات. أما بالنسبة للحجاب، إذا كانوا تيابنا عليهم زخرفات لازم يكون الحجاب بسيط كتير وبيلبق مع اللوك. هالفترة عم بتكون الألوان النيود أكتر شي دارجة للحجاب. للحوامل، أهم شي ما تغيروا ستايلكن وتهملوا حالكن لأنه اكتسبتوا وزن زايد. فمنلاحظ إنه جورجينا بقيت تلبس ضيق وبنفس الوقت إطلالاتها اليومية كانت بسيطة. إذا كنت حابة تبرز بطنك لازم تلجأ إلى الألوان الفاتحة، أما إذا كنت حابة تخبي حملك أو بطنك ممكن تختاري قطعة منقشة بطريقة تحير العين. بالنسبة للشعر والميك اب، على طول البساطة هي يلي بتبرز الجمال، ومش غلط اعتماد تسريحة بتلبق لنا أكتر من مرة. فجورجينا تميزت بثلاث تسريحات وهن الشعر المالس، الشعر المموج العريض، والبونيتيل أو الرفعة الواطية. مش ضروري صبايا نعمل رفعات شعر مبالغ فيها لنبين حلوين. غلطة وحدة أوقات بتعملها جورجينا إنها بتستغني عن الأكسسوارات يلي بحلوا اللوك، فأنتو ما تنسون. هيدي كانت أول حلقة من فاشن لوك. إذا حبيتوها ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بقناتنا على يوتيوب وتتابعوا كل أخبار الفن والفنانين على الفن.com. شكر كتير كبير للمصمم جو يازجي، للميك أب أرتست لنا أبو فيصل، وأنا بلتقى فيكن الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع جديد.